جملة الحج المبرور، يعني ماذا يقصد بالمبرور؟ هو هذا هو الحج المبرور الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، الذي جمع إخلاص العمل ما كان خالصا لله عز وجل موافقا فيه، لأن ما كان خالصا هو معنى التلبية، الإخلاص هو معنى تلبية الحاج في قوله لبيك اللهم لبيك. شوف التلبية لله يعني استجابة يا ربي، استجابة بعد استجابة لك وحدك لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذا هو معنى الإخلاص ومعنى المتابعة. نحن كيف عرفنا أن الطواف سبعة أشواط؟ كيف عرفنا أن السعي سبعة؟ وكيف عرفنا رمي الجمار؟ وكيف عرفنا الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس ثم المبيت؟ كل هذا من النبي صلى الله عليه وسلم. علينا أن يكون الحج كما حج النبي صلى الله عليه وسلم. إذا أردنا الحج المبرور، الحج ما كان خالصا لله عز وجل، أيضا ما كان متبعا وموافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لتأخذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عام هذا. أيضا من الحج المبرور أخي الكريم وإخوان وحجاج بيت الله الحرام الذين يشاهدون الآن، من الحج المبرور أن يحسن الحاج أخلاقه لحجاج بيت الله الحرام، فيترك عنه الرفث واللغو والسب والشتيمة والجدال. والله عز وجل يقول: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج. دخلت في الحج ولبيت في الحج أخي الحاج وأخت الحاجة، يا من تشاهدوننا وتسمعوننا، لبيت في الحج، الله عز وجل يقول: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. ما المطلوب منا في الحج؟ واذكروا الله في أيام معدودات، ليذكروا اسم الله في أيام معلومات، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله. شوف الاستغفار، هذا معنى الحج المبرور العظيم. من الحج المبرور أيضا أن يطعم الحاج الطعام لإخوانه المسلمين، وأن يسعى في حاجة إخوانه المسلمين. على الحاج أن يستحضر في هذا اليوم العظيم، هذه العشية، الساعات القليلة التي تبدأ الآن حتى غروب الشمس، عليه أن يقف بين يدي الله عز وجل منكسرا منذلا طريحا مخبتا منيبا باكيا، يرجو ما عند الله عز وجل، يستحضر قول الله عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمني. يستحضر قول الله عز وجل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وهذا من معاني الحج المبرور، أن يكون الحج بنفقة طيبة ولا يكون بنفقة خبيثة، لا يكون، لأن الله النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا.